اهلا بيكم وكبسوله جديده من سلسله انجليش كابسولز. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الكلمات اللي بتظهر كل سنه او سنتين في الانجليش، او بمعنى اصح بتظهر في القاموس. كلنا مش على درايه ان اللغه بتتغير بصفه مستمره، في كلمات بتتلغي او بيقل استخدامها، وفي كلمات جديده بتضاف للغه بصفه مستمره. طيب الكلمات دي يا ترى بتضاف ازاي؟ في منها بيتعرف من الافلام، ومنها اللي بتعرف من الاحداث اللي بتدور في العالم، وفي كلمات بتضاف من لغات تانية اجنبية على اللغة الانجليزية. يعني احنا كتير بنلاحظ ان الانجليزي ممكن يدخل فيه كلمات مكسيكية وعربية وصينية ولغات تانية كتير جدا. طب يا ترى ايه هي الكلمات الجديدة اللي ظهرت مؤخرا؟ اول كلمة معانا مهالو. مهالو بمعنى شكرا، thank you. اصل الكلمة من هاواي، ومن المعروف ان جزيرة هاواي هي اخر ولاية انضمت للولايات المتحدة، وبناء عليه ابتدوا ياخدوا كلمات من جزيرة هاواي يضيفوها للغة زي الكلمة دي. طب يا ترى نستخدمها ازاي؟ Mahalo to the man who found my cell phone and returned it to me. شكرا للرجل الذي وجد هاتفي المحمول واعاده لي. تاني كلمة معانا wow factor، معناها صفة مثيرة جدا للإعجاب. مثال: The house we saw yesterday was a wow factor. المنزل الذي رأيناه أمس كان مذهلا ومثير للإعجاب. طبعا كلنا عارفين إن كلمة wow بتدل على الإعجاب، وأضافوا ليها كلمة factor للتأكيد على الروعة والجمال. تالت كلمة معانا listicle. listicle بمعنى مقال مضحك أو لا يوجد هدف منه، زي مثلا I'd rather read a funny listicle than watching a boring movie. أفضل أن أقرأ مقالا مضحكا تافها على ألا أشاهد فيلما مملا. رابع كلمة معنا froyo، معناها لبن مثلج، زي مثلا Do you want some chocolate froyo after dinner؟ هل تريد بعضا من لبن الشوكولاتة المثلج بعد العشاء؟ الكلمة دي اختصار لكلمة frozen yogurt، الزبادي المثلج أو اللبن المثلج، وتم اختصار الكلمة لكلمة froyo بدل ما يتقال frozen yogurt. وبكده تكون انتهت كبسولتنا النهاردة، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير. أشوفكم الحلقة الجاية.